معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي انا متعود على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه النيو لوك؟ بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها الشعر الستايل؟ اه صبحي. مين الحلاق بتاعي؟ بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انت يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه يا بسيوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. يا ماما ايه نظامها؟ لا عادي خلاص بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومقايستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي ايه يا عم؟ مالك زعلان من ايه؟ من قلة يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اتنين. يا ماما قايل لك 100 مرة انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ ما بتضحك معاك؟ وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعى يغرك زي ما يغر انجي. لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك. انا معتبرك طحنته. اوه. لسه معاك طابع؟ معايا بس انت افورت النهارده كبو. يا بقت فيها كبو. اخلص. هات ايه من هنا؟ خد. على فكره بقى انتوا مغرورين في الواد ده. وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعال افرجك على بقية الصور. ده باباكي ها؟ اه دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ اه بس دي لما كنا في فرنسا.